ازيكم يا شباب؟ الاخبار دوت ان شاء الله هيكون تاني فيديو، تاني ولا تالت؟ تالت فيديو، تالت فيديو ان شاء الله. هنعرف فيه بقى حاجه جديده او مش حاجه، اللي هو تكمله يعني. تمام، احنا وصلنا الى المره اللي فاتت، ووصلنا ان احنا نرفش، وصلنا ان احنا في شويه كور لما ندوس على واحده منهم بتختفي وبيزود لي واحده في مكان. تمام، اهو زود واحدة في مكان، وهكذا وهكذا. تمام، عايزين بقى زي ما عملنا واحدة بتزود، عايزين واحدة تنقص. اهو هنعملها بكل بمنتهى البساطة، هنعمل برضو دي. بس هنا مثلا عندنا كام؟ عندنا 1 2 3 4، عندنا 4، فهنخليها 4. يعني ممكن اصلا بعد كده نخليها دايناميك، لو اوتوماتيك يشوف هي كام واحدة ويحط الرقم، بس مفيش مشكلة دلوقتي. هي اما 4 دلوقتي عشان نميزه، ما نخلي دي اي دي مثلا سكور، هو دي اي دي ريمينينج مثلا. تمام، ما فيش مينينج صح غلط، بس قشطة يعني. تمام، تمام. هنا برضو في الجي اس هنقول ليبل الاي دي بتاعها سكور، عشان نكون عارفين محددين يعني اني واي واني ليبل بالظبط. تمام، هنعمل فاريبل اسمه ريمينينج، هنخليه سوا 4. تمام، وهنقول له لما ندوس على واحدة هتزود سكور 1، وهتنقص الريمينينج 1، وهتخلي او هنكررها بقى علشان ما نقعدش نكتبها من اول وجديد. الاي دي ريمينينج، التكست بتاعها هيكون ريمينينج. اعتقد سهلة جدا، هي اللي احنا عملناها قبل كده. اهو الريمينينج هيكون هو هيكون هو التكست بتاع الريمينينج. نجرب كده ونشوف. اهو في صفر، في 4، ندوس نزود فوق 1، نقص تاني هنا 1، دوس تاني زود هنا 1، نقص هنا 1، دوس تالت زود هنا 1، نقص هنا 1. تمام، وعشان ما نكونش يعني مجرد قررنا كلام في الفيديو دوت، هنقول حاجة كمان. انا عايز اول ما الاربعة دي تبقى صفر يظهر كلمة congratulation هنا. نشوف، اول حاجة هنكتب الكلمة اهو. نخليها هنا مثلا، او اتش 2 مثلا، او جود مثلا، مش هتكون congratulation اي كلمه، ونخلي اتش 2 مثلا ده في ال HTML. اهو اتش 2 اللي هي فونت سايز مثلا 100 بيكسل عشان تكون كبيره كده وماليه الشاشه. وتكست الاين سنتر، نشوف شكلها عامل ازاي. ماشي، بس طبعا هخليها display none دلوقتي، انا مش عايزها مظهرة في الاول، عايزة لما الاربعة دي تكون بصفر تعملها لي. تمام، تمام. هنقول دلوقتي لما تكليك، هبص هو ليها افكار كتير برضو، يعني اي حاجة بقولها هي ليها افكار كتير جدا وطرق كتير جدا، ممكن في طرق احسن بكتير من اللي انا بقولها، بس انا مجرد بحاول اشوف ابسط طريقة اوصلها لكم، وانتو اكيد انا عارف انكم هتبدعوا. تمام، دلوقتي انا عايز هقوله دلوقتي ايه. لما تكليك على الديف هتعمل الكلام ده، وفي الاخر هتتشك، هنقول if condition لو ال remaining تساوي صفر هتعمل الكلام ده، هتبقى ال اتش 2 هتفيد ان. تمام، اهو بنجرب، ادي 1 2 3 4، بسيطة جدا خالص. اول ما دي جت صفر، راح ظهر التكست اللي انا قلت عليه اهو، 1 2 3 4. تمام،
ودي فكرة الكونجراتوليشن اللي كنت عاملها في الجيم، مجرد انا ظابطها اول ما الريميننج يوصل لصفر انت كده كسبت، انت كده خلاص. فبظهر كلمة كونجراتوليشن او ايا كان بقى الكلمة اللي انت هتظهرها للشخص. تمام. ممكن نقول كده فيديو تمام، عشان يكون فيديوهات خفيفة كده، عشان ما يكونش فيديو كبير جدا ومليان كلام كتير. وان شاء الله المرة الجاية هنعرف حاجة لذيذة كده زيادة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. يلا سلام سلام سلام. لو مزنوق في سؤال تعالى لي على اسك، وعشان تتابع فيديوهاتي الجديدة سبسكرايب.